في دراستك للجامعة مباشرة؟ درست الجامعة. كيف درستك في الجامعة؟ أول شيء فأنا رجل عملي، أحب العملي. أدبي ما أحبه. أيوه. ابن المقفز وابن المقفع وما أحبها. مالك فيها؟ يعني ما أحب. وهذه الفقه المكثف حق المواريث حق صعب يا أخو. أنا في الجامعة دخلت أي تخصص الحين؟ شريعة ولا؟ دخلت الكيمستري، كيمياء. كيمياء. نعم. طب وش دخل ابن المقفع مع المقفع؟ لا ما أحب الأدبي، أنا أحب العلمي. تحب العلم؟ أنا ما أخذ علمي. وكنت ممتاز في المواد العلمية. يكفيك الفيزياء أصعب شيء، ضرب بمسدس قردا على شجرة فسقط فكيف تأثير الماء وكهل مات، عرفت أنت؟ أحسبها صح واستفدت منها في حياتي الخاصة الآن في البيت كديكورات. كنت أجيب في الفيزياء، أنا أذكر آخر اختبار لي من الوزارة، كان من الوزارة ثالث ثانوي. إيه أيوة. والله أني جايب 97% ما شاء الله. وي والله. ولكن دخلت الكلية وكان فيه ظروف. قبل الكلية في صورة لأبو حور في الثانوي الشباب العمليات بيض الله وجيهكم. في صورة لأبو حور في الثانوي ولا هو في دراسته؟ الله الله أكبر عليك في النظرة، الله أكبر عليك. هاي ثاني، هاي ثالث ثانوي. ثاني ثانوي طبعا، هذه ثالث ثانوي. وكنت أحب الإبل، وكنت هذه الصورة وأنا في مزرعتنا في الديرة ما شاء الله. وكان معي ديدسون 97 سحر شهد الليل وحل الله يا ولد، كأني خارق السماء خرق. وكان المسجل لقني أشغل شريط يقول لكن لازم أحط كرتون أحطه على ذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، عرفتها توزنها توزن السرعة. طيب طيب خلني في دراستك الآن. طيب. وخلصت من الثالث ثانوي. ايه؟ وما شاء الله وخدت الفيزياء 97 98. ايه دخلت الكلية، كلية الكيمياء. يوم دخلت الكلية كان في دكتور أسأل الله أن الله يجازيه، هذا الفصل الأول. لا لا أخذت فيها فصول واجد، يمكن وصلت للمستوى السابع ولا. حلو. أيوة. ولكن جاء الدكتور هذا، حنا خارجين من بيئة بسيطة، عندنا الديرة بيئة فطر، بيئة بكر، بيئة نظيفة، ما فيها أجواء المدينة. أجواء المدينة جميلة جدا لكن فيها حضارة طبيعتها ونظامها. إيه. وجينا حنا ما نرضى الكلام اللف والدوران، جابوا رمالي علي كلمة كذا وحن في القاعة وأقوم عليه يطلعهم السلامة، جاب لنا تشابك وكذا. وكان من شروط الجامعة أي مشكلة زي كذا أنه يلغى السجل الأكاديمي للطالب. إيه الآن في أنظمة حلوة أنها تحمي الطالب وتحمي الدكتور تحمي الأكاديميين. حق الحق. الله نظام ذيك الأيام كان نظام يعني قوي قوي جدا جدا جدا. وعود فصلوني يا طول العمر واتجهت للأعمال الخاصة. من ذلك الوقت توجهت للأعمال الخاصة. إني بعلمك، توجهت للأعمال الخاصة يعني أعمال شاكة. كان ذيك الأيام عندنا مزرعة مليان تنحطب وبيع حطب ما فيها شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شكى عليه واحد من الصحابة قال أنا عندي في معنى الحديث، أوصاه أنه يأخذ له فاس وإيش بلاكم أنتوا عاونوني عاونوني بالحديث، عرفت أنت؟ يوم أوصاه أنه يبيع الحطب مشيت فيه فترة والحمد لله كسبت فيه خير وكذا، ولكن ما يغنيك تبي الزود. إيه عود دخلت العسكرية. أيوة والله تعسكرت يا طويل السلامة وجلست فيها، وهذا شرف لي كبير. جلست فيها فترة طويلة طويلة جدا وخدمت فيها الوطن، جانا فيها إصابات وتعرفنا على رجال شرواك وشروح سامعين شروح مشاهدين. وجدي سيد الله يرحمه زمان يقول أربع من لم يعرف منها ثلاث ما ذاق حلاوة الحياة. قلت وش يا جد؟ قال الفقر والغربة والعسكرية والسجن. بعضهم يقول الله أكبر الشر يا أخي، أنت خذ المعلومة معلومة زانت لك. أنا جربت الفقر وجربت الغربة وجربت العسكرية وجربت السجن كلها الأربعة، لكن سجن الحمد لله على علم غانم الحمد لله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.